قسم الاصطياف استفاد أزيد من 1200 طفل من ولاية إليزي من رحلات إلى مختلف المناطق الساحلية لقضاء عطلة الصيف على ضفاف شواطئ البحر. التغطية لإبراهيم بالخير. فرحة عارمة لمسناها لدى هؤلاء الأطفال من ولاية إليزيه وهم يتهيئون لقضاء عطلة الصيف على ضفاف الشواطئ. رايحين المخيم الصيفي نلعب ونمحو ونبحروا ونديروا الأنشطات وإن شاء الله نروحوا بخير وسلام. نجحت في المدرسة وبعتوني نروح المخيم الصيفي نشوف البحر. راح نبحروا كما مولفين نلعبوا وسهرتها جميلة جدا والمطاعم الله يبارك فيهم. أنا رايحين مدينة طيبازا رايحين نحوسوا ونصيفوا لمدة 15 يوم إن شاء الله نروحوا بسلامة ونرجع بسلامة. وعلى مدار 15 يوما يستفيد هؤلاء الأطفال من برنامج ترفيهي بيداغوجي يهدف إلى تنمية القدرات الفكرية تحسبا للدخول المدرسي المقبل. إن شاء الله يكتشفوا نعم المناطق الساحلية والمناظر والآثار ويتعرفوا على شباب أخرين في ولايات خلاف. 1200 مصطف إلى الجزائر العاصمة منقسمة إلى حصص. الحصة الأولى تتكون من 300 طفل، واليوم شهدنا الانطلاقة الأولى ومتوجهين إلى الجزائر العاصمة إلى بلدية سيدي فرج تيبازا وبوسماعيل. كما برمجت رحلات أخرى في قادم الأيام لأطفال بلدية جنوب الولاية إليزيه لاكتشاف جمال الجزائر.